تعليمك القراءة من غير كتب تجويد. سورة الأنعام صفحة 132، من أول ربع إنما يستجيب، ده الحزب رقم 14، الآية رقم 36، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يستجيب الذين يسمعون. طبعا النون هنا هوت، النون مالها؟ النون هشدها بمقدار حركتين، هغنها بمقدار حركتين لأنها نون مشددة، ولسه بنقول ده هي حرف غنة، النون والميم المشددتين اسمهم حروف ايه؟ حروف غنة. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. مش هقول وا، مش هقول وقالوا، لا هقول و. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. خد بالك ان الادغام هنا ادغام النون في الراء ادغام كامل، وادغام التنوين نون التنوين في الميم ادغام كامل. قل في توسط في اللام هنا اهو، قل، ما حدش يقول لي قل، خلاص يبقى قو، لان القاف دي بتسقط، يعني في لما بنيجي نقرا كده يقول ايه قل ان، لا فين القاف؟ قو. قل ان الله قادر على ان ينزل ايه، قادر على، يبقى في هنا اظهار التنوين، على في مد منفصله مد اربع حركات، اي ادي ادغام اهوت بحمغن حركتين، ينزل آية ولكن في هنا مد بدل حركتين، وفي هنا اهوت ادغام هغن مقدار حركتين، ولكن اكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض، خدي بالك إن دابة دي مالها؟ دي هتكون إدغاء، هتكون مد لازم كلمي مثقل، همده ست حركات عند جميع القراء على فكرة، تبقى دابة في الأرض، في هنا إخفاء التنوين مع الفاء، في الأرض، مش في الأرض، في الأرض، لا في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا، ما حدش بقى يقول لي هنا بيجي أو بيجي، لا بيجا، بجناحيه، مش بجناحيه، بجنا، لا بيجا، بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا، أيوه، ما حدش يقول لي ما فرطنا، لا، ما فر، الفاء مرققة والراء مفخمة، تبقى ما فر، فرط والطاء ساكنة تبقى مقلقلة، ما فرطنا، نا مش نا، مش هقول ما فرطنا، لا، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله. خدي بالك من ايه؟ من يشاء الله، يبقى لام لفظ الجلالة مرققة، من يشاء الله يضلله ومن يشاء، مش يشاء، خدي بالك ان دي يشاء ويشاء، بس دي مكسورة، من يشاء الله، وهنا ديت ايه؟ ساكنة، من هنا اتكسرت ليه؟ اتكسرت عشان التقاء الساكنين، من يشاء الله يضلله هنا، ومن يشاء طبعا الله، طبعا ومن يشاء يجعله، اللام ساكنة مش يجعله، يجعله على صراط مستقيم. هنكتفي لحد الآية دي 39، والمرة الجاية هعلمك تعرفي تقرأي في القرآن ومن غير كتب تجويد.